حشر لي عليه مركز يبين اذا انت في نفس المركز. اذا كان مسجل في مركز نجي مثلا انا جاي ناخذ بخش جاي نحشر لي. اليوم كان عندنا ورشة عمل بخصوص مراقبين على العملية الانتخابية. الورشة تضمنت عدة محاور، حقوق المراقبين وواجباتهم، مراقبين على المدى القصير وعلى المدى الطويل، خذينا طبعا كيفية المراقبة، التفاصيل متاع مركز الاقتراع ومحطة الاقتراع ومن المتواجدين فيها الموظفين. فلشفافية العملية الانتخابية ضروري من وجود مراقبين عليها لرصد أي انتهاكات قد تحصل. وللمرأة دور مهم جدا في المشاركة وفي المراقبة على العملية الانتخابية. طبعا كان في دور مهم جدا لحث المرأة وتعزيز مشاركتها في المشاركة في العملية الانتخابية القادمة اللي هي انتخابات مجالس البلدية للستين بلدية المستهدفة في الوقت الحالي. واستفدنا كثير من الأشياء، كيفية آلية الانتخابات وكيفية تديرها الإنسان باش للوصول إلى استقرار في البلاد والنهوض بها برا الأمان، ولا في نفس الوقت تفادي الأخطاء المسبقة اللي صارت في الانتخابات السابقة. وأهم شيء في الموضوع هذا الشفافية ومشاركة المرأة ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث أن نلم جميع أعضاء المجتمع وهي تجد الانتخابات لها مصداقية وشفافية تامة.